مرة أخرى يعود عبد الصمار عبر قناته على اليوتيوب لتحليل الاعتداء الذي تعرض له في مدينة نانتير في الضاحية الباريسية، ويحكي كيفاش تمت الحرب، ويقول أنه ما كانش خلاص مقرر يمشي لهذيك الجهة، هذيك الطريق هذيك، كان يمشي على رجليه ما يسكنش فيها، ما كانش مقرر يمشي. من بعد قرر قال لك يمشي نصب واحد سبقني دار لي كمين، قال لك هذا اكيد انه كان فريق هو اللي كان يتبعني، ولكن الفريق اللي يتبعه ما دخلش في مخه يعرفوا ربع ساعه من قبل بلي راه رايح مع التاريخ هذيك باش يروح يجيب له واحد يدير له كمين. هذه الاولى. زيد كاش راح تجي لبالهم مادام السيد ما يسكنش ليه باش يجيو يعسوه ويسكن من الداخل. ما عليه، هو يخلص الى انه كاين فريق كان يتبع فيه وكذا وكنا، وهذاك اللي كان داير له كمين من المفروض مادام عنده كابوس كاين يجوز تعرف يعطيه بالكابوس ويكمل، ما يحبس ويجب يضرب بالغاز لاكريموجان ويزيد يضرب بالغاز لاكريموجان ويزيد يضرب بالغاز لاكريموجان، وبعد يجيب له كابوسة وبعد يزيد بالغاز لاكريموجان ويروح. احنا اللي ما فهمناش هذا حسب الرواية اللي مدها عبد الصمارة، نزيد من نقص هذا الرواية اللي مدها. عبد الصمار عمل الاحتمالات، قال لك يقدر يكون واحد بريفي يعني من الناس اللي يستفزهم على الاموال وكذا، قال لك ولكن واحد بريفي ما يوصلش انه يدير كابوسة ويجي واحد بكابوسة يجي بان جروب ولا يجي، قال لك نستبعدها. واحد البوليسية قال لك راح نستبعدوها، اه انه با سور كابوس، ممكن يكون كابوس سون بيستولي جوست باش يخوفو، وعلاش ما نقولش بلي كانوا حابين ينحلوا التليفون ديالو، ومادام كانوا مجموعه نقولوا هذاك كانوا مجموعه، مادام مجموعه لا ما يروحش واحد وحده في السياره، واحد يصوب وواحد اللي يضرب، هكذا كي تكون يعني خطه يعمل لك مخطط. لما ناخذك ولد الحرام هذا الجاهد نهار اللي قال نطلع للروبين حبطو سمع فيه في التليفون، هذا مسجل في التليفون عليا، هذا قالش روح وحدي، قال لي تجي معايا، تجي نكونو زوج، قالو تجي معايا، لأنه علاش واحد يصوب وواحد ينفذ في حالة ما يستعملونا. درك هذا اللي جايب السيارة داير كامل وحده، من المستحيلات السبعة اللي يكونوا محترفين. ان بروفيسيونال خاصة تاع الأجهزة مش ممكن يكون، ما فواك سي دي بيني كلي، مي مادام خطة وكاين كونو زوج على الأقل، كونو على الأقل زوج. باش واحد وحدو يخبر يقولو راهو في الزنقة الفلانية روح له، ومن بعد يحبس الطوموبيل يخرج يضربو بالغاز لاكريموجين يزيد يضرب بالغاز لاكريموجين يزيد يضرب بالغاز لاكريموجين ثلاث مرات، ومن بعد يجبد الكابوس يفيزيه ومن بعد يجبد الغاز لاكريموجين أونكور ويروح. وعلاش ما تيراش بالكابوس ومادام وحدو طريق فارغة؟ كان غير لي فوازان قال ثلاثة دي تيموان يشوفو من البالكون، ماهمش قادرين يعني يمنعوهم، وزيد السيارة تكون أرقامها مزيفة، ما يكونش بسيارة بأرقامها الحقيقية. هذه من جهلك. الآن شكون يتهم؟ يقول تبون يعطي الاحتمال تاع مدير الشرطة فريد بن شيخ،
ويحط جبار مهنا يذكروا هكذا رابيدمون ويقول لك شكون مسؤول جبار مهنا تبون، شكون مسؤول فريد بن شيخ تبون، شكون مسؤول ما تبون. اولا باش يزم سي عبد السمار يعرف باللي جهاز الشرطه الجزائريه ما يقدرش يكون عنده عناصر في الخارج للقيام بعمليات مثل هذه، عمرها ما صارت، لا الشرطه الجزائريه ولا الشرطه الفرنسيه ولا الشرطه اي شرطه تاع اي دوله باش تروح تشتغل. هي المخابرات، خدمه المخابرات اللي عندها وسائل وعندها كذا وعندها عناصر تروح. هذا دونك تاع كي تجي للشرطه تنحي الشرطه فريد بن شيخ تقدرش تدخله في الحساب. حتى اللي ضرب جرد لندن ما باتوش فريد بن شيخ، لانه جرد لندن كي الضبع طاح في يده يستفز فيه حاب يديرو دراهم، قال له ارواح تدي، كي جا عطاها طريحه ما قال بون نحلوا التليفون كامل نبعثوا البوليس نبعثولوش. اللي هو هو اللي جاب البلال الروح لانه يستفز في الناس خدمته ولاد حرام سي نورمال. هذا دونك حكايه بن شيخ نحيها من جهه، انا مانيش ندافع عليه ولكن نعطيك الواقع. اي عمل من هذا النوع في الخارج كاين شكون مكلف به؟ جهاز الامن وجهاز الامن الخارجي معروف، يعني جا عنده عمليه معايا، عنده عملية معايا اللي تجاهلها سي ما نبقاش ما بعديها كلمة سي عبد السمار، برغم اني تكلمت معاه هنا وقلت له رانا على حساب الاخر راك مذكور في الليسته، وسمعت في التليفون اسمه كي قال له عبد السمار، سمعت اسمه هو. لا مادام جاي من مخابرات ما يتكلمش عليها. شوف اليوم لما هو ضرب اعتداء انا ما نقولش مخابرات، انا ماني عاطي لها المخابرات اللي يحتاجها، لانه هذا ما نشكش نقول ما سرعتش سرعت، لكن الاحتمالات بعد نتكلموا عليها. اذا كاين جهه تنفذ هذه العمليات هي جهه المخابرات، المخابرات الخارجيه. اما تقول لي تبون هو مسؤول عليهم، وي تبون مسؤول خضره في القعشاء معروف، تبون ما عندوش ده. تبون في القضيه ديالي انايا يعني تقارير الشرطه اللي راح ننشرها على كل حال تبين بانه تبون ما كانش في البدايه، سمع بعد كي سمع بلي كاينه العمليه قال جيبوه حي ودخل في القضية. وذاك الوقت ملي كان يقال نقتلوه في لياج، هي الحكاية كانوا باش يسموني عبرهم أنا ضباح حمدي عرضي نتعشى وتحط لي السم وقالوا أو مات بالسم، يعني عرضوا روح تشرب قهوة يا سي هشام أنا ما نعرف ما كدا جاي عندك تشرب معاك قهوة ياك. ليه تغيرت الخطة؟ قال دور اسبانيا، وفي اسبانيا تحبط طيارة تاع الرئاسة ويجو يدوه في المال في المرسيدس تغموه تحطوه في المال وديه حطو ديرك للتارماك تاع الماكلات ديوانا للطيارة تاع الرئاسة وسيارة تاع لومباساد. هذا هو هذه الخطة اللي ظهرت من بعد، وقال حطو بوند شريك معاهم. ولكن اللي كان وراء العمليه واللي تكلم مع جهيد كي جا رايح لاسبانيا، كي انا جريتو لاسبانيا راه يقول له غنعولو عليك وكذا، والتليفون تاع حسين بولحيه عندي،
وخرج في المحضر تاع تحقيق تاع الشرطه. وحتى تيجا تكلم مع حسين بولحية مرتين، ولما يتكلم مع حسين بولحية يقولوا لا لا قول حاجه لما تذكرش اسمه فيها، لانه هو المكلف بالعمليات تاع مطارده المنفيين السياسيين في الخارج. هذا عبد السمار ما يحبش يتكلم مع اليوم. هذا عبد السمار قال لك لا لا راكم انتم تكذبوا على حسين بولحية، راهو خرج له روتريت، راهو ما بقاش، راهو دا ما يعرفش حتى بالوجه. يقول كذاك اللي وراه هشام عبود راهو اسمه حسين اسماعيل. حسين اسماعيل ها يقول لي حسين اسماعيل وين كان يخدم واش من مناصب خدا. دافع عليه واحد ما كلفك. انا درت فيديو قال هاولي حسين بولحية جوزو باسم حسين سماتي هاولي نهار 5 جويلية هاي حطيت الصورة تاعو، ونهار في لاباساسيون دو كونسيني كي جابو جبار من هنا هاي ليك الصورة ديالو. قلت هاي سنا راهي هنا عندي، يعني قال جبتها وليك ها توين يعرفوا هذا يا عبد السمار باش يقول لك ماشي هو ولا هو. وين يعرفوا؟ وين يعرفوا؟ ها هو انكور في لاباسيسيون دو كونسيل ها هو على اليمين داير فيديو حلوف راهو هشام يكذب راهو بدا. انت ما تعرفش العسكر، ما تعرفش كدا، عمرك ما حطيت كاسكيت على راسك، وعمرك ما عرفت هاد الناس الا بالتليفون. اليوم تجي تقول تبون هو اللي دبر القتيش، كيفاش شكون خطط؟ لما تبون مثلا نعطيك انا، لما شادلي اعطى امر الجنرال كحلعيان قالوا لازم هبطوا على مسيري، انا نعطيك انا بالرسمي ما نعطيكش بالخرطي. هذا الامر وخلاص. شكون اللي قام بالعمليه وخطط ونفذ؟ جهاز الامن، جهاز المخابرات. انا لما مشيت عند قاضي التحقيق الفرنسي اللي مكلف بالملف تاع لي مسيري قلت له تقعد ديري مور ان كابيتان، حبيت نلصقو فيه لان الفرنسيين هكذا حبوا يديروا، حبيت نلصق فيه ان كابيتان اللي هو حسني. قال قلت له تظن بلي ان كابيتان وحده قادر يمد 80 مليون للقاتل، يمد له ابارتمون، هو ما عندوش ابارتمون، كان ساكن في سيتي ميليتير تاع شوفالي، وحده هكذا يدبر عملية اغتيال علي مسيري، واش عنده شي سال معاه؟ قلت له اللي عطاو الأوامر هما العربي بالخير وشادلي، إذا صح حابين تحقوا روح وقف العربي بالخير وقف شادلي. نهار اللي جا العربي بالخير المستشفى يداوي رحت له قلت له هاو العربي بالخير في المستشفى الفلاني، ولا هرب هربوا، جا شادلي باش يشوف خوه نفسي راح لقتو هاو الشاد لي هنا روح ابعث له يرفدوه. ايه كيف كيف هربوا 12 تاع الليل هربوا الشاد لي. ايه انا حبيت صح تشد لنا كذا معروف درك عبد السمار معول الشرطه الفرنسيه. لا الشرطه الفرنسيه شوف القضيه ديالي انا حقت وداتهم 3 جور كاردافي وصدموا لهم لديارهم على 7 تاع 6 تاع الصباح الزوج هذو كلاعب، ولكن خلاو اخرين من اللي مذكورين القضيه ما حقوش معاهم، وجبدوا كل ادله كل ادله عندهم. نقول لك ملف ب 6400 صفحه هسي، ومن بعد بروكيرور لا ريبوبليك واش يقول؟ يقول ني با فيولونس، ما كانش عنف. لعبش معايا قانون فرنسي يعطي لي الحق باش
ملي كانت ماشي انا اللي رحت شكيت انه هما كاش بدا الشرطه البلجيكيه هما عيطوا لي قال لي تعرضت لكذا كذا قلت له وي درت معاهم بعد قال ديبوزي بلات قلت له وين ديبوزي بلات كيما دار عبد السمار راح هو اللي راح ديبوزا بلات عيطوا له هو اللي راح بون بعد الشرطه البلجيكيه حولت الملف للشرطه الفرنسيه الشرطه الفرنسيه استدعوني كان من قبل كنت خبرت مديريه الامن الداخلي الفرنسي بالتفاصيل كامل لاني انا اللي كنت نتحكم فيهم يطلعوا معايا انا اللي وليت مانيبيلي فيهم كيما نبغي نهار اللي جاو يديروا لا فوس كات دونتيتي لتيكا بعث المخابر الفرنسي قلت لهم راحين يديروا فوس كات دونتيتي لتيكا استبعت لهم التصويره اللي باش تخرج في لاكاري دونتيتي قلت لهم عايش شراهم ما داروا لي زيمايل عندي اي نعم هاو اللعب كيفاش الوغ كي مدير لا 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 داك الجمهور يقول لك لا يا با فيولونس نكلاسيو لا ما تكلاساش لا انا اللي نقلب اللعب انا جبت حاجه هي التحريات تاع الشرطه عندي ومن حقي تكون عندي تحريات تاع الشرطه في التحريات عبد السمار رفض يمشي يتكلم يشهد لانه مذكور عيطوا له ما حبش يمشي ما حبش يمشي هو مذكور محطوط ونحط ونجب الاخر ديالو دونك تجي تقول باللي تبون وما تبون لا كاينة خالية سمعت مصلحة اللي هي تطارد المعارضين والصحفيين والثار اللي حكمها صاحبك يا سي عبدو حكمها صاحبك اللي تدافع عليه هو ماهوش سامع بيك خلاص اللي تدافع عليه ضد اللي وكلك وشربك وعطالك الدراهم وخدمك وحلك البيبان ولبسك ونحى فيستو عطاها لك راح ندافع عليها واليوم اذا كانت العمليه مدبره من عند النظام الجزائري كان واحد برك هو حسين بونحيا صاحبك هذا ما كان اللي هذاك عمل نو قلت بلي بروف انا كنت بلي بروف بي في التليفون تاعو محطوط ويستعمل تليفون اسباني لانه بالواتساب يستعمل اي رقم ويستعمل تليفون اسباني لانه عائلته في اسبانيا وعنده املاك في اسبانيا كيف وكيف ناصر الجن هيك باش تعرف كيفاش اما تجي تقول تبون 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 لا تبون خضره فوق عشاء تبون كيسمع بالقضيه تاعي قال نحبو حي عم بالو كيما كي جابوا عبد الله عبد الله وبن حليمه عم بالو هشام عبود ساهل جيبوا حي في بوكورين هشام عبود كي يلعب بيهم قالوا ماني في اسبانيا هما يجيروا لاسبانيا راني في فرنسا يجيروا لفرنسا في الوقت اللي نغادر هو يجي لا جبت كاع خرايبهم جبت كاع الاخر ديالهم ومن بعد زادت الشرطه جابت كاع لي بروف بروكيرور لا ريبيك سي نورمال تابع لوزارة العدل وزارة العدل بون تيليفون قال خلاص حبسوا لافان صحابهم انا مانيش صاحب المخابرات الفرنسية ولا صاحب النظام الفرنسي ولا عميل تاعهم لا انا جزائري حر ومستقل نكافح فيهم في بلاد صحابهم في بلاد الدولة اللي هما منبطحين ليها ومع ونكافح فيهم في نفس الوقت مع الأجهزة اللي هما يتعاونوا معها دونك حكاية تبون تبون وتتجاهل شكون الجهة اللي تخطط وتنفذ في المخطط شكون ماشي تبون ماشي تبون تبون يمد أمر أوكي
نقولوا مد امر ليك، وعلاش مد امر عليك؟ عمرك ما تكلمت على تبون ولا على شنقريحة. ابوي تبون ما يخدم يمد حتى شيء بدون اذن شنقريحة. تتكلم الى تم تبون تبع شنقريحة، لكن وقت وي ودير على الاخر ديالهم المسلح لبرا ارمي سي جبار اللي راح يطير باسكو فشل في كل عمليه ديالو. وصاحبك حسي بولحيه اللي دافع عليه وتقول راه خاطي راهم بدا راه منا راه منا مانيش عارف واش داك دافع عليه باكي اونجل كيما فوالا. وصلنا نهاية هاد السهرة، درنا فيها ساعتين وثمانية دقايق. عندكم دي كابسول على كل حال لكل موضوع باش تقدروا تشوفوا مواضيع واحد واحد. سهرة ممتعة، إلى اللقاء مع أخبار ومعلومات أخرى وتحاليل أخرى اللي عمركم ما تجدوها في صحافة بودورو ولا في قنوات العار. إذن إلى سعيدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وربي يقدر الخير لبلادنا، يبعد عليها ولا الحرام، ويعجب بيرحمنا عصابه. السلام عليكم ورحمة الله.